اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قال إنه بيتم نشر تقارير شهرية عن شكاوى المواطنين، الوردة وتصنيفاتها وأنواعها وكمان موقفها واللي تم بشأنها على كل مستوى محلي بداية من المحافظة وصولا حتى القرية. لواء شعراوي قال إنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات برئاسة سكرتير عموم المحافظة لسرعة الاستجابة على الشكاوى الوردة من كل المواطنين وكذلك الرد عليها. وكان وزير التنمية المحلية أعلن عن إطلاق مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة ليها.